إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنكمل الحديث عن كيفية عمل الإقامة. تكلمنا من قبل في الفيديوهات السابقة عن التأشيرة، كيفية عمل التأشيرة، إدخال البيانات الخاصة بالتأشيرة. ثم عند دخول العامل إلى دولة قطر يتم أول شيء كما تحدثنا عليه عمل الفحص الطبي. في هذا الفيديو نعتبر أن الشخص قد أتمم عملية الفحص الطبي، فكيف تشيك أو كيف تتأكد بأن الفحص الطبي قد تم، وما هي الإجراء الذي يأتي بعد ذلك؟ نذهب إلى موقع وزارة الداخلية، استعلام على الطلبات، وهنا تجد الاستعلام عن الإقامات، متابعة طلب الإقامة. إذن فهنا على الاستعلام على الإقامات ندخل رقم التأشيرة، ثم ندخل رقم الشخصي للمستخدم أي المفوض بالتوقيع بقيد المنشأة. سأأخذ مثال لشخص أنا بصدد انتهاء من الإجراءات، أدخل رقم التأشيرة، وهنا كما قلت أدخل رقم الشخص المفوض بالتوقيع. ذلك استعلام. كما تلاحظون هنا عند الانتهاء من الفحص الطبي نلاحظ هنا أنه يتم كتابة لائق، فكل ما عليك إدخال فبعد ذلك كل ما عليك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بجواز السفر أي مدة الإقامة المطلوبة، بلد الميلاد، مؤهل الجامعي إلى آخره. كما تلاحظون هنا لدينا تاريخ إصدار سنة السفر والمدينة، المنطقة الخاصة بالشركة أو السكن الخاص بالعامل، مع رقم الشارع، مع رقم التليفون، وصندوق البريد الخاص بالشركة. بعد ذلك يتم طباعة طلب الإقامة. إذن هنا سيقول لك هل تعيد الطباعة؟ أوكي. كما تلاحظون هنا يعطيني الفورم الخاصة بالإكمال، عفوا، إجراء الإقامة. فبعد هذه كل ما عليك هو أخذ وطباعة هذا النموذج مع صورة ونسخة من البطاقة الشخصية، قيد المنشأة، نسخة من التأشيرة، ونسخة من جواز السفر، وتوجه المندوب مع العامل إلى البصمة أي مركز الخدمات. هناك مركز البصمات الموجود بالصناعية أو أحد مراكز الخدمات المتوفرة على البصمة، على خدمة البصمة. فغالبا بالنسبة للعنصر النسوي على أي، هناك مثلا لؤلؤة، أم صلال، فأي مركز خدمات فيك تسويها غالبا. بالنسبة لو ذكر أو العنصر الرجالي فغالبا عن مركز خدمات البصمة المتواجد بالصناعية. بعد ذلك سنفترض أن هذا الشخص ذهب إلى هناك وأخذوا البصمات الخاصة به. كل ما عليك أنه بعد يوم أو مساء عمل نفس العملية، تشيك هون أي نذهب للاستعلام على الإقامات وندخل رقم التأشيرة مع رقم الشخصي، ثم نتمم بالاستعلام. هنا تلاحظون أنه سيعطيك أنه قد تم اجتياز الفحص البصمات، فهنا يعتبر أن هذا الشخص لائق طبيا وتم اجتياز البصمات. ما عليك إلا
بعد عمل عقد العمل الذي تكلمنا عليه قبل كيفية عمل عقد العمل، وإصدار الإقامة مباشرة بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في الفيديو القادم سأخذ مثال لتقديم على الإقامة بعد انتهاء من جميع الإجراءات. شكرا لكم.